vasosin, التيرازوسين. التيرازوسين هو تيتراهايدرو. تيتراهايدرو اللي تضفنا على ان هنا ريدكشن للرين. الفازوسين تحولنا الى تيتراهايدرو رازوسين. يسمى التيرازوسين. يعني احنا من ريدكشن للبوتاشيوم في هذا الريدكشن البوت تحول من دبل من اروماتيك الى اروماتيك تشتيت. اختفى الريزونانس بعد ايش يصير عندك؟ يعني قصدك الفانيتيك بروبرتيز تختلف في الدراج. تختلف عليها الدوالات اكثر. وهي الاروماتيك تحس الدوالات اكثر. اذا فقط اذا اصبح نون اروماتيك تصير فنتريشن اصعب. فنتريشن مال يعني. ترى الديوريشن اوف اكشن راح يختلف. هو كيف يختلف؟ اي نعم. ترى يكون الترود ايش في علاقه يعني التكنولوجي مع طول ترى الميتابوليزم راح يكون اقل. قلت ميتابوليزم اولا انه ما كان اروماتيك بعد يصير انه راكب الدبل بوند هي بولر مستقبل يعني هي اروماتيك رينج حتى واحد هي مستقبل فيها بولرايزيشن يعني حرق البنزين مثلا حرق السايكل هيكسان البنزين اكثر استقطابا من السايكل هيكسان يعني في ناس استقطاب لها لكن ايش هو؟ دبل فلاش اروماتيك رينج هذه هذا الاروماتيزم ستراكشر استقطاب من بولرايزيشن استقطاب ستراكشر إذا كانت أجواء طبعاً ممكن محركة كانت مقاطعة متحركة بشكل هذا السريع كيف تفضل المريض من الاستقطاب؟ فتكون عمراكة مقال استقطاباً فتكون إيش؟ تكون مول لايكروفيليك يعني عمراكة هذا الآن من التيترا هيدرو تكون مول لايكروفيليك من البرازوسي وأيضاً أقل ميتابوليزم في الديوريشن دون ديوريشن أوف أكشن يعني هاف لايف المركبات هذا النوع أربع أضعاف البرازوسي الوصف عيش أقل استقطاب من السايكل في الأصابع بعض الأصابع عن الأصابع واحد إن أنا استعمل الأصابع هو تلاعبوا بالكينيتيك بروبرتيز اللي فكل القوات أنا أشوفها الآن فيها نفس يعني المين تشين نفس الدينازولين والفريكوزاين لكن اختلاف في الأصابع هو اللي تلاعبوا فيها إيش بالكينيتيك بروبرتيز هاف لايف الصليوسين يختلف عن البقية. أول شيء يختلف من ناحية أنه الرين مالته ما في نازولين يشبه كأنها كاتيكول يعني كأنه كاتيكول يعني نقول كاتيكول ريليتيف أو كاتيكول يعني ريليتيفز. أيضا تلاحظ أنه طبعا إيش مين قلنا؟ صفون أماين. صفون أماين. وتلاحظ أيضاً بالسايتش على أنت المناشطك بشكل الآن أيضاً هي إيش؟ هي أورثو ريليتد تمام؟ وهذا نعطينا إيش؟ التي شيب. هذه أورثو ريليتد لأن إحنا رجعنا على الكاتيكول ستراكشر فإيش رجعنا على إيش؟ على قواعد الكاتيكول خلاص؟ نشتغل مع البينازولين شوف ما قواعد الكاتيكول واضح انه مركب من غير ترمز فقواعد تختلف لكن رجعنا من التمثيل يصير رجعوا على الكاتيكول باب 1 نفس الجزئيه اصبحت كاتيكول اصبحت ايش رجع على قواعد الكاتيكول فهي ايش بوكي وتي شيب رجع المركب ايضا فحتى حصل تي شيب رجع على الاورثو بوزيشن طبعا احنا نكمل المحاضره بايش بالنسبة للإنديركت أكتين للإنرجيك البين هو استخدام اللايكس أو أنتي إنرجيكس يعني قلل الإنرجيك أكتيفيتي بطريقة ليس عن طريق هاي مع السيبترز كما شاهدنا سابقا ومتحد مع إيش مع نقلل أو نتحكم بالأفيلابيلتي في النيورو ترانسميترز بالساينابس أكثر من الميكانيزم فتسمى إنديركت أكتين استخدام اللايكس إذا قللناها بالساينوس هتقلع الانرجي اكتيفيتي من دون ان اثر ويكون التاثير مباشر على ريسبتور. وحنشوف عدة مركبات تتحكم بالغلطات في الانرجي يعني النيوروترانسبيتر بالساينوس وبالتالي تتحكم بالانرجي سيستم من دون ان تؤثر بصوره مباشره على ريسبتور.